كلمة يسترد او ماي جاد اعطاني 2 روبوكس. بعدها بضغط على كلمة تأكيد وتم تحويل الروبوكس الى روبلوكس بنجاح. حبيت بدون تطبيقات بدون كل تعب خلال دقيقة واحدة حصلت على 2 روبوكس. اذا بدكم روبوكس فقط تابعوا مع الفيديو للنهاية. معكم فيديو جديد ومقطع جديد من لعبة روبلوكس. فيديو اليوم يا حبايب كيف نحصل على روبوكس مجانا خلال دقيقة واحدة بدون تطبيقات بدون كل تعب. هلا قبل ما نبلش بالفيديو نفسي بالصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نفس الوقت يا حلوين شكرا من القلب على 70K، كفو منكم يا اصدقاء ما قصرت معي، وان شاء الله يا اصدقاء الحلم يتحقق وبنوصل 100K. تحياتي الى جميع الدول العربية وتحياتي الى كل شخص يتابعني. هلا بدنا الكل بيضغط لايك ويشترك في القناة ويكتب بالكومنتات احلى لايك الى احلى نوبة ويكتب اسم الدولة تبع، مثلا دولة السعودية، الجزائر، قطر، الامارات، من اي دولة تتابعني اكتب اسم دولتك. وتحياتي لكم يا حبايبي والف تحية لجميع الدول العربية، بحبكم كتير كتير. هلا ما بدي اطول عليكم في المقدمة، ننتقل الى الشرح. بدي اياكم تتابعوا الفيديو للنهاية مشان تستفادون، مش تتابع نص الفيديو وتكتب انت كذابة. لا يا صديقي، تابع الفيديو للنهاية. اللي بيسأل عن هذا الماب، هذا الماب ماب المدرسة والماب بيكون سعودي. حبايبي اول شيء انا ما كان بدي انه بجيب روبوكس، اوكي؟ كان بدي اخذ هذه القبعة الفضائية، وهذه القبعة لازم تعمل حساب امازون برايم، اوكي يا صديقي؟ طبعا هذا الحساب اللي هو من خلاله تحصلون على هذه القبعة الفضائية، اوكي جايز؟ انا عملت الحساب، اوكي؟ بعد ما عملت الحساب اجاني الروبوكس. هلا انا اجاني 2 روبوكس، انت بجوز يجيك 5 روبوكس، بجوز يجيك 10 روبوكس، بجوز يجيك اقل، بجوز يجيك اكثر، او بجوز ما تحصل على روبوكس. انا اجاني 2 روبوكس بعد ما عملت حساب امازون برايم. هلا يا حلوين ننتقل كيف نعمل حساب امازون برايم. بعدها يا اصدقائي بتشوفوا كيف اجاكم الروبوكس. اوكي، اول شيء بننتقل الى موقع امازون. هذا هو موقع امازون برايم، رابط الموقع حيكون في صندوق الوصف، ينقلكم مباشرة من الرابط الى جوجل كروم. بعدها يا اصدقاء بيتحول عندكم اللغة عربية تلقائيا. بعد ما تضغطون على الترجمة تتحول عندكم العربية تلقائيا. مثل ما تشوفون يا حبايب هذه هي القبعة الفضائية. طبعا هذه القبعة لازم بعد ما تعملون تسجيل الدخول او تعملون حساب في امازون برايم. هلا كيف نعمل حساب في امازون برايم عشان نحصل على القبعة الفضائية؟ بعدها يا اصدقاء في كتير سكنات بتجي في هذا الموقع وبتكون مجانا تحصلون عليها. هل هذا قناع او كبوس الذئب، وهذه طائرة او اجنحة غير متاح لان صلاحيتهم انتهت، فقط باقي قبعة الفضائية وباقي لها صلاحيتها تقريبا 15 يوم وبتنتهي الصلاحية لان هي مدتها 30 يوم فقط. اوكي جايز، هلا اول شيء احنا لازم نعمل تسجيل دخول او عمل حساب جديد في امازون برايم. هلا كل ما علينا يا اصدقاء بنضغط على كلمة تسجيل الدخول، كلمة تسجيل الدخول الفوق بنضغط عليها. اذا كان عندك حساب في موقع امازون ضيف فقط الايميل وكلمة المرور يفتح معك حسابك. اذا بدك تنشأ حساب جديد تتبع يا صديقي الخطوات اللي انا بعملها معكم، لان انا مش عندي حساب في موقع امازون من قبل. اوكي، تظهر لكم هذه الواجهة، كل ما عليكم يا اصدقاء تضغطون على قم بإنشاء حساب أمازون جديد، أوكي؟ تضغط على هذه اللي تحت قم بإنشاء حساب أمازون جديد. بعدها بينقلكم مباشرة إلى هذه الواجهة. أول شيء مطلوب منك اسم، بعدها إيميل، وبعدها كلمة مرور. هلا بكتب الاسم معكم، أوكي؟ مثلاً بكتب ملاك، أوكي؟ المربع اللي تحت تكتب الايميل، الايميل يا صديقي الخاص فيك، اوكي؟ او البريد الالكتروني، انا كتبت البريد الالكتروني. المربع اخر شيء اللي هو كلمة المرور لازم تكتب باسورد، شوي بيكون مطول عشان يا اصدقاء ان الشخص بيسرق حسابكم، اوكي؟ بكتب كلمة المرور، اوكي؟ وبعدها يا اصدقاء بتضغط على قم بتسجيل الدخول الآن، اضغط على قم بتسجيل الدخول الآن، بننتظر شوي ليحمل معنا. اوكي جايز، فتح معنا حساب امازون برايم، خطوات جدا سهلة وجدا بسيطة. هلا بيقول لك للتحقق من البريد الالكتروني ارسلنا لك كلمة المرور واحدة. طبعا يا اصدقاء بيقصد انه يتحقق انه هذا البريد الالكتروني اللي انت ضفته انه هذا البريد خاص فيك، اوكي؟ يرسلون لك رمز.
هذا الرمز ابعثوه لك على الجيميل. هلا بتروح على الجيميل على نفس الايميل اللي ضفته في الامازون بتلاقى الرمز اجاك. هلا يا صديقي انا اجاني هذا الرمز اوكي اللي بعثوه لي على الجيميل على نفس الايميل اللي انا ضفته في حساب الامازون مشان يتاكدون انه هذا الايميل خاص فيك اوكي او انه هذا البريد الالكتروني خاص فيك. بعد ما ضف كلمه المرور بتضغط على قم بانشاء حساب امازون خاص فيك. بعدها يا اصدقاء هون ظهرت لك انه لازم بتضيف رقم جوال. هذا الموقع يا حبايبي شبيه المتجر تماما، يعني بدك تشتري منه اي شيء اوكي من خلال البطاقه. فهلا اول شيء بنختار الدوله، هلا الولايات المتحده، انك بتضغط على الولايات المتحده. بعدها يا صديقي بتختار اسم الدوله الخاص فيك. جميع الدول العربيه والدول الاجنبيه هي يا حبايبي في هذا الموقع اوكي، انك تختار اسم الدوله اللي خاصه فيك. بعد ما تختار اسم الدولة بعدها بتضيف رقم الجوال في هذا الحقل. بعدها بتضغط على اضافة رقم الهاتف المحمول اوكي جايز. هون يا حبايب يبحثوا لكم كود، الكود بيجيكم على شكل رسالة نصية على رقم الهاتف اوكي. بتجيبوا الكود من رقم الهاتف بيجيكم على شكل رسالة نصية. هلا يا حلوين انا اجاني الكود اوكي. بعد ما ضيف الكود في هذا الحقل ضغطوا على كلمة يكفي. ألف مبروك عليكم يا حبايبي، حساب أمازون برايم مجانا الفترة المجانية خلال 7 أيام وبتنتهي. حبايب هذا الموقع بيعطينا سكنات مجانا في لعبة روبلوكس. هلا في سكنات غير متاحة لأن صلاحيتها انتهت، وفي سكنات لسه مش مفتوحة معنا، وفي سكن يا صديقي قبعة الفضائية، هذا الاسكن مدة صلاحيته خلال 30 يوم، باقي فقط 15 يوم وبتنتهي صلاحية هذا الاسكن. فبنضغط على جرب وبعدها بنضغط على كلمة يكمل. بعدها يا حلوين هون بيطلب مني إعادة كتابة كلمة المرور اوكي، بعيد كتابة كلمة المرور. بعدها بنضغط على تسجيل الدخول وتفتح معنا هذه الواجهة، اضافة طرق الدفع. يقصد في اضافة طرق الدفع اضافة بطاقة الانتماء. بطاقة الانتماء مثل بطاقة فيزا كارد، ماستر كارد، بطاقة باي بال وغيرها من البطاقة. حبايبي هذا الموقع هو متجر، متجر للشراء. هلا احنا بنترك كل هذا الشيء يا اصدقاء، والكل احنا فاتحين هذا الموقع من جوجل كروم اوكي يا اصدقاء. كل ما عليكم بتضغطوا على علامة الزائد اللي فوق في جوجل كروم وبتضيفوا موقع روبلوكس. هلا في هذا الموقع انتم بتفتحوا موقع روبلوكس، يعني لا تسكرون هذا الموقع يا اصدقاء، فقط ضغطوا على علامة الزائد اللي فوق وضيفوا موقع روبلوكس. اللي مش يعرف يفتح روبلوكس من جوجل كروم بضيف لك هذا الموقع يا صديقي على الشاشة. وكمان يا حبايب اضيفه لكم صندوق الوصف، هذا الموقع بتكتبوه بيفتح عندكم روبلوكس من جوجل كروم اوكي جايز. هلا انا سبق وعامله هذا الموقع، فتحت معي يا اصدقاء. بعد ما تفتح معي تظهر لكم في هذه الواجهة، بعدها بتضغط على كلمة يستارت اوكي. ومثل ما تشوفون يا حبايب اعطوني 2 روبوكس. طبعا يا اصدقاء انا كانت نيتي انه بدي القبعة الفضائية، لكن هم اعطوني 2 روبوكس، وللأسف القبعة الفضائية مش اعطوني اياها. مثل ما تشوفون يا حبايبي هذه معاكم تمت اضافتها الى روبلوكس 2 روبوكس. كيف جاني الروبوكس وانا يا حبايبي يعني ما بعرف كيف جاني الروبوكس؟ انا كان بدي القبعة الفضائية. طيب بخرج من هذا الموقع وبشوف، يعني هلا انا 33 روبوكس عندي اوكي. اوه ماي جاد حبايب والله بالفعل اعطوني 2 روبوكس وصاروا 35 روبوكس. مثل ما تشوفون يا حبايب الروبوكس اللي عندي، اذا بترجعوا الفيديو كان 33 روبوكس هلا 35 روبوكس. هلا كان بدي القبعة الفضائية لكن مش حصلت على القبعة الفضائية. ليش؟ لانه هذا الموقع بيطلب منكم اسم البطاقة ورقم البطاقة. يعني شو يا نوبة؟ يعني يا صديقة مثلا عندك بطاقة فيزا كارت، ماستر كارت وغيرها من البطائق، مثلا فيزا، تكتب اسم البطاقة فيزا، بعدها بتكتب الرقم اللي يوجد على ظهر البطاقة. بعدها يا صديقي بيطلب منك اضافة معلومات اوكي، تضغط على كلمة يكتمل، وبعدها بيضيف لك الصفحة يقول لك املي هذه المعلومات، اسمك الأول ورقم التليفون وغيرها. حبايبي ما بنصحكم نهائيا تضيفون رقم البطاقة واسم البطاقة الخاصة، ما بنصحكم نهائيا يا حبايبي تضيفون اسم البطاقة ورقم البطاقة. ليش؟ لأنه هذا الموقع شوي يعني بيكون خطر، وهذا الموقع يعتبر مثل متجر، بجوز أنتم بتكبسوا على الشيء وبيستقطعون منكم رصيد.
فيعني إذا كان عندكم شخص إنه بيفهم في هذه المتاجر وبيشتري على طول من هذه المتاجر، يعني بيعمل لكم الحساب. إذا كنت أنت يا صديقي مش تعرف نهائياً عن هذا المتجر، إذا أنت مش مجرب مواقع إلكترونية أو متاجر إلكترونية، ما بنصحك يا صديقي بتعمل اسم البطاقة الخاصة فيك أو خاصة في أهلك ورقم البطاقة في هذا الموقع، لأن يا حبايب بيكون شوي خطر، بجوز تكبس على شيء وبيشتري وبيستقطعوا منك رصيد. أوكي جايز، فهلا أنا مش ضفت رقم البطاقة أوكي، ومش عملت اسم البطاقة، فقط عملت تسجيل الدخول في الموقع. وعطوني 2 روبوكس، بجوز أنت يا صديقي بيعطوك 10 روبوكس، بجوز يعطوك 15 روبوكس، بجوز ما بيعطوك روبوكس، ما بعرف شو هو السر اللي عطوني 2 روبوكس ومش حصلنا للأسف على قبعات المركبة الفضائية. ليش؟ لأنه بدهم أنك بتضيف اسم البطاقة ورقم البطاقة، وهذا الشيء يا أصدقاء ما بنصح فيه. لينا يا حلوين وصلنا لنهاية الفيديو، أي استفسار عندكم اكتبونا في الكومنتات. بارك معكم نوبة، دمتم في أمان الله ومع السلامة.